هذا وأكد السيد سالم بن علي السالم نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي البحريني في اتصال هاتفي خلال نشرة إخبارية سابقة، أكد على أن مجلس الأعمال هو مظلة لجميع المشاريع التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع. وأشار السالم إلى أن بفضل التعاون المثمر بين أعضاء اللجنة سيتم تنفيذ العديد من المشاريع في البلدين الشقيقين. بفضل جهود حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين الشقيقتين الدولتين المجاورتين، بفضل الأشقاء وتمثيل مجلس السعودي البحريني من رجال الأعمال من كلا الدولتين، ككلنا بالجهود المبادرة الحلوة ما بين الدولتين في الاستثمارات. الاستثمارات الأكبر استثمار الآن موجود في الجهة البحرين هذا المقبل إن شاء الله تقريبا قرابة 5 مليار في استثمارات من المملكة العربية السعودية بقيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين ملكنا ملك سلمان ولي عهده ووزيرنا وزير الاستثمار الفالح، كان حضورنا أمس في المجلس الأعمال وتكللت الأمور كلها بنجاح واستثمارات عديدة مش بس استثمار واحد. فيه لجنة مكونة من الطرفين هي حتقوم بإدارة المشاريع، ومجلس الأعمال السعودي البحريني هو مظلة لهذه المشاريع كلها.